الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: العمل في الدعاء. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبوع من كل يد فنهاني. هذا الباب فيما ورد من الأعمال التي ينبغي أن يعمل في الدعاء، والأشياء أو الأفعال التي لا تنبغي أن تعمل في الدعاء. سيذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك تحت هذا الباب. ثم روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو. هذا عبد الله بن عمر رأى عبد الله بن دينار وهو يدعو. وأشير بأصبعين، كأنه كان يدعو في الصلاة ويشير بأصبعين، يشير بأصبعين في الدعاء. أصبع من كل يد، أصبع من كل يد، هذه وهذه، يدعو بهاتين الأصبعين في كل أدعيته في الصلاة. فنهاني، قال: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فإنك إذا دعوت في صلاتك فإن السنة أن تشير بأسبوع واحدة. قال أبو عمر: هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بسعد وهو يدعو في صلاته ويشير بأصبعيه جميعا فنهاه عن ذلك وقال: أحد أحد، يعني أشر بأصبع واحدة ولا تشر بأصبعين. إذا كأن هذا الحديث أخذه عبد الله بن عمر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حين كان يدعو سعد أيضا بأصبعين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. فالإنسان إذا كان يدعو سواء خارج الصلاة أو داخل الصلاة فإنه يشير بأصبع واحدة ولا يشير بأصبعين ولا أكثر من أصبعين. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل ليرفع أو لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة بدعاء ولده الصالح في الدنيا. وقال بيديه نحو السماء، قال بمعنى فعل، والقول بمعنى الفعل وارد كثيرا. قال بيديه نحو السماء، يعني أشار بيديه نحو السماء ورفعهما، كأنه يشير إلى الكيفية المشهورة في الدعاء، وأن الإنسان إذا كان يدعو فإنه يرفع يديه نحو السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى بباطن يديه. قال عمر: لم يختلف رواة الموطأ عن مالك في أن هذا الحديث فيه هكذا، يعني ليس بمرفوع في الظاهر، ولكن هو من قول سعيد بن المسيب، وهو لا يدرك بالرأي، وقد روي بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان في الظاهر من قول سعيد بن المسيب، إلا أن هذا المعنى مما لا يمكن أن يدرك بالرأي أو بالقياس أو بالفكر، فلا بد إذن أن يستند سعيد في ذلك
إلى الأثر المرفوع. وقد ذكر الحافظ أبو عمر حديثا مرفوعا في هذا، رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: أي ربي أن لي هذه الدرجة، فيقال: باستغفار ابنك لك. إذن الدعاء من الولد الصالح مما ينفع الميت في آخرته. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أنه قال: إنما أنزلت هذه الآية. هذا عروة بن الزبير رحمه الله يفسر هذه الآية من قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: في الدعاء. فالمقصود بالصلاة هو الدعاء، والله سبحانه وتعالى ينهى أن يجهر الإنسان بصلاته يعني بدعائه، وأن لا يخافت بها، بل يبتغي ويسلك طريقا بين الجهر والمخافقة، وابتغي بين ذلك سبيلا، قال: في الدعاء. إذن هذا الحديث، هذه الآية فسرها الإمام عروة بن الزبير بأنها في الدعاء. قال أبو عمر: وقد قال بقول عروة جماعة، يعني جماعة من التابعين ومن بعدهم فسروا هذه الآية بالدعاء. وفي المسألة أقوال أخرى، يعني هناك أقوال أخرى في تفسير هذه الآية، فمن ذلك ما نقل عن الإمام مالك أنه قال: أحسن ما سمعت في ذلك أنه عنا به ألا يجهر بقراءة في صلاة النهار لأنها عجماء، ولا يخافت بقراءة في صلاة الليل والصبح من النهار إلا أنه يجهر بها. الإمام مالك رحمه الله يفسر الآية بالصلاة، وأن الصلاة إذا كانت صلاة نهار فإنه يجهر بها، فإنه لا يجهر بها لأنها عجماء، صلاة النهار عجماء يعني لا يسمع لها صوت. لكن صلاة الفجر وإن كانت من صلوات النهار إلا أنها يجهر بها لأنها بين الليل والنهار في الواقع، يعني ليست صلاة النهار محضة بل فيها شيء من الليل أيضا. وصلاة الليل لا يجهر بها، يعني لا يخافت صلاة الليل بل يجهر بها. فصلاة النهار لا جهر بها إلا في الصبح، وصلاة الليل يجهر بها. إذن الإمام مالك يفسر الآية بالصلوات، قال: على أنه لا يجهر بقراءته في صلاة النهار لأنها عجماء، ولا يخافت بقراءته في صلاة الليل والصبح من النهار. قال أبو عمر: وفي هذا أيضا نص عن مالك أن الصبح من النهار وهو الحق الذي لا ريب فيه. وأما الذين قالوا فقول عروة في هذه الآية فمنهم إبراهيم النخعي ومجاهد، فهؤلاء يقولون إن المقصود بالآية إنما هي في الدعاء. قال: وقال آخرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءته فينتفع به المسلمون ويسمعونه ويأخذونه، وكان الكفار يؤذونه مخافة لئلا يسمع أحد قراءته فنزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وممن قال ذلك قتادة يقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بقراءته، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون قراءة النبي فيستفيدون من ذلك ويأخذون عنه، ولكن المشركين كانوا يؤذونه وكانوا يحرصون على ألا يسمع أحد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته حتى لا يسمع أحد فيتأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. وعلى كل حال هذه الأقوال لا تتعارض ولا تتنازع، فيمكن أن تحمل معنى الآية على أكثر من معنى ويقال يحتمل هذا وهذا وهذا. طيب، قال يحيى: سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس بالدعاء فيها. سئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، يعني أن الإنسان يجوز له أن يدعو في صلاته المكتوبة ولا بأس بذلك فيها. قال أبو عمر: وأما قول مالك لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة فهو أمر مجتمع عليه، إذا لم يكن الدعاء يشبه كلام الناس، بعض الناس إذا أراد أن يدعو قد يطيل في الدعاء وقد يخرج أو تخرج الإطالة به إلى أن يتكلم في الصلاة كأنه يدعو وكأنه يتكلم بكلام البشر. فينبغي إذا كان الإنسان يدعو في صلاته ألا تخرجه ولا تخرجه الإطالة في الدعاء إلى أن يتكلم بكلام كأنه من كلام الناس. قالوا: أهل الحجاز يجيزون الدعاء فيها بكل ما ليس بمأثم من أمور الدين والدنيا، ومع ذلك يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته وإن كانت مكتوبة إلا أن يفطر على المأمومين، فإن الإمام مأمور بأن لا يفطر على المأمومين وأن لا يطول عليهم. فإذا كان الإنسان يصلي بقوم محصورين لا يتضررون بإطالته، أو كان يصلي وحده، فإنه لا بأس أن يدعو بما ينفعه في دينه ودنياه، مع أنه يحترز من يتكلم بكلام يشبه كلام الناس. وبه قال مالك: أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا هكذا. قال أبو عمر: هذا الحديث قد روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى أنه بلغه، منهم عبد الله بن يوسف التميسي وغيره، ولا أعرفه بهذه الألفاظ في شيء من الأحاديث إلا في حديث عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. وقد روي أيضا من حديث ابن عباس وحديث معاذ وحديث ثوبان وحديث أبي أمامة. هذا الحديث فيه بلاغ. يقول أبو عمر إنه لم يقع على إسناد هذا الحديث، لكنه هناك أحاديث أخرى في هذا المعنى رواه عبد الرحمن بن عائش ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وثوبان وأبو أمامة وغيرهم، هؤلاء رووا هذا الحديث بهذا المعنى الذي رواه الإمام مالك بلاغا. طيب، إذن الحديث وإن كان فيه بلاغ في رواية الإمام مالك إلا أن له أحاديث أخرى كثيرة لها شواهد له، وقد يكون المقصود بهذا الحديث الذي رواه بلاغا إحدى هذه الأحاديث الكثيرة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى.
وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا أيضا رواه الإمام مالك بلاغا، لكن يقول أبو عمر: وهذا الحديث يستند عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق شتى، من حديث أبي هريرة وحديث جرير وحديث عمرو بن عوف وحذيفة وغيرهم. إذن هو حديث مشهور في هذا المعنى، وهو أن من دعا إلى خير فاتبعه الناس عليه فإن له حظا من عملهم الذي اتبعوه عليه، وكذلك إذا دعا إلى ضلالة وبدعة فإن له أيضا نصيبا ممن تابعه على فعله هذا. قال أبو عمر: حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم اليوم، في تعليم العلم اليوم. قال: هذا أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم والدعاء إليه وإلى جميع سبل الخير والبر، لأن الميت منها كثير جدا. ومثل هذا الحديث في المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث: علم علمه فعمل به بعده، وصدقة موقوفة يجري عليه أجرها، وولد صالح يدعو له. قال أبو عمر: وقد جمعنا ولله الحمد من فضائل العلم وأهله في صدر كتاب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله ما فيه شفاء واستغناء والحمد لله. يشير إلى كتابه جامع بيان العلم وفضله، وأنه ألف هذا الكتاب قبل تأليفه للتمهيد، وأنه جمع في ذلك الكتاب كل ما يتعلق بالعلم وفضله وآدابه وما ينبغي لحامل العلم. فعلى طالب العلم أن يحصل هذا الكتاب ويقرأه ويتأمل فيه، فإن فيه ما فيه شفاء واستغناء والحمد لله. قال: وعلى قدر فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال. هذا مقابل هذا، فإذا كان هناك أجر يترتب على من علم الناس الخير فإن ذلك أيضا، إذا كان هناك من يعلم الناس الشر والبدعة والضلالة واتبعه الناس على ذلك فإن له أيضا من الآثام. يقول: لأنه يكون عليه وزر من تعلمه منه ودعا إليه وعمل به عصمنا الله برحمته. إذن ينبغي للإنسان أن يجتهد فيما يحصل له أجرا بعد انتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة، وأن هذا مما لا يمكن أن يدرك بالعقل والفكر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث مما ينفع المسلم بعد وفاته أن يترك علما ينتفع به، أو صدقة موقوفة جارية، أو ولدا صالحا يدعو له. ثم أبرز أو أظهر القاضي أبو بكر بن العربي في هذا الحديث شيئا، يقول: هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن. هذا الحديث كأن فيه في أول النظر مخالفة للقرآن. ما هي هذه المخالفة؟ قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد حمل هذا الإنسان وزر من اتبعه على ضلالته، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
قال بل هو موافق له. قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. والله ذكر أن هناك من الناس من يحمل وزره يوم القيامة ووزر الآخر مع وزره. قال ووجه الجمع بينه وبينه ووجه الجمع بين ظاهر الحديث والآية أن كل معصية اختصت بصاحبها ولم تتعده فوزرها مقصور عليه. إذا كان هناك معصية استتر بها الإنسان وعمل بها ولم يتابعه أحد عليها فإن وزرها مقصور عليه ولا يتعدى إليه وزر الآخرين، وكل ما تعدته فإنه يتعدى. كل معصية تعدد هذا الإنسان وأظهره للناس وتابعه الناس عليه فإنه قد تسبب من أن يتعدى أو لأن تتعدى هذه المعصية إلى غيره، فلا بد أيضا أن يتعدى إليه الوزر الذي يترتب على هذه المعصية. يقول والتعدي يكون بتعليم الجاهل والتنبيه الغافل، كأن يعلم جاهلا شرا أو ينبه غافلا إلى شر فتابعه عليه. يقول والتعليم من أعظم أنواع التعدي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فكل قتل يجري إلى يوم القيامة فإن لابن آدم الذي سن القتل جزء ونصيب من هذه الأوزار المترتبة على القتل الواقع إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. هذا الدعاء كان يدعو بها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال أبو عمر وهو مأخوذ من قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، فكأن عبد الله بن عمر اقتبس هذا الدعاء من هذه الآية الكريمة، فكان يقول اللهم اجعلني من أئمة المتقين. قال وفي هذه الأسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن يكون إماما في الخير، وإذا كان إماما في الخير كان له أجره وأجر من عمل بما علمه واهتم به فيما علمه وأخذه عنه. يقول هذا الحديث فيه تشحيذ لهمة المؤمن، وأنه ينبغي أن تكون همته عالية تسعى إلى ما يجعله إماما من أئمة المتقين. قال ودعاء عمر أن يجعله الله من أئمة المتقين، فإن معلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. يقول هذا كان يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه حين يقوم من جوف الليل لصلاته، فيقول نامت العيون يعني نام الناس وغارت النجوم يعني غربت النجوم وأنت الحي القيوم الذي لا ينام ولا يذهب بل أنت حي قيوم. قال أبو عمر وليس في قول أبي الدرداء حين قيامه من جوف الليل نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم أكثر من الاعتبار في خلق الله تعالى وتعظيم الله بما هو أهله
وأنه الذي لا تدركه سنة ولا نوم ولا يتغير ولا يتحول كما تصنع النجوم فإنها تظهر وتغيب فتكون مرة بادية ظاهرة ومرة غائبة غائرة مسخرة لما خلقت له وخالقها الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم القائم على كل نفس بما كسبت لا إله إلا هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ثم ذكر أبو عمر مسألة وهي هل الأفضل في الدعاء أن يجهر بها الإنسان أو يسر ويخافت بها، فذكر فائدة أكثر مما ذكره أبو عمر الإمام القيم في بدائع الفوائد، قال في إخفاء الدعاء، واختار أن الإنسان عندما يدعو فإنه يخافت بها صوته ولا يجهر بها، قال وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة، منها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. إذن الدعاء الخفي فيه شيء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبصفاته، لأنه يعلم ويعتقد أن الله بسمعه الذي وسع كل شيء يسمعه حين يخافت بها. قال وثاني الفائدة الثانية أنه أعظم الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات. إذا كان الإنسان يسأل ملكا فإنه لا يرفع صوته بدعائه وسؤاله بل يخافت بها، وإنما تخفض عندهم الأصوات ويخفى عندهم الكلام بمقدار ما يسمعوه. ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى. الثالث أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل. الرابع أنه أبلغ في الإخلاص، فإن الإنسان عندما يدعو وهو يخافت بها صوته فإن هذا أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرياء والتصنع والتصمع. والخامس أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. السادس أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأل مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد. قال السابع أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته به، فإنه قد يكل لسانه ويضعف بعض قواه. إذا رفع صوته قد يتعب، لكن إذا كان يخفي صوته فإنه لا يتعب، وهذا أدعى في الإكثار من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال ومنها من الفوائد أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعية إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه ولا بد ومانعت وعارضته. هذه فائدة أخرى وهي أن الإنسان إذا رفع صوته فإن النفوس الخبيثة، يقول والنفوس الباطولية، وهي عبارة يستخدمها في كتبه ويعني بذلك النفوس المنصوبة إلى الباطل، فإن النفوس الشريرة
والنفوس الباطونية تهتم وتتحرك لأن تقطع هذا العبد من هذا الدعاء ومن هذا الباب الذي فتح عليه. فإذا خفض صوته ولم يسمعها لا جن ولا إنس فإن هذه النفوس الشريرة لا تتمكن من صرفه عن هذا الدعاء. وذكر فوائد أخرى، ففي الأخير اختار أن يكون الإنسان عندما يدعو يخفي صوته ولا يرفع بها، وهذا أبلغ في التعظيم والقبول والإجابة. النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، هاتان الوقتان من أوقات النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكذلك هناك أوقات أخرى وهي عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند الاستواء. وهذه الأوقات اختلف فيها أهل العلم كثيرا ما هي الصلوات التي نهي عنها في هذه الأوقات، هل هي النوافل أو هي تشمل النوافل والفرائض. ثم روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، وقد سبق الكلام على هذا الراوي، وسبق لنا أن ذكرنا أن الإمام البلقيني ألف رسالة سماها تمييز الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، وذكر أن هناك ثلاثة من الرواة ينصبون إلى الصنابح، وأن أهل العلم والحديث والنقد اختلفوا في هؤلاء الرواة كثيرا، وكذلك اختلف المتأخرون أيضا، فقال بعضهم إنما هم ثلاثة، أحدهما عبد الله الصنابحي أبو عبد الله وهو صحابي، وقال وآخر وهو أبو عبد الرحمن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي، وقد ذكرنا أنه كاد أن يكون صحابيا حيث وصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خمس ليالي. وهناك الصنابح بن الأعصر، فقالوا هذا الراوي هو راوي الحديث في الكفارات ونقل الخطى إلى المساجد، وأن رواية يحيى فيها عن عبد الله بن الصنابح، وأن في رواية الإمام أحمد في المسند أن عبد الله بن الصنابح يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الحديث الذي رواه بالسماع يدل على أن الرجل صحابي، وأنهم ثلاثة عبد الله أبو عبد الله الصنابح وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابح وهو تابعي، والصنابح بن العصر صحابي أيضا. فهنا يقول عن عبد الله الصنابح، وقد سبق له حديث واحد في باب الوضوء عن عبد الله بن الصنابح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. إذن هذه الساعات الصلاة فيها منهي عنها، لكن ما هي الصلوات المنهية؟ أهل الحجاز يقولون هذه الأحاديث إنما تنهى عن النوافل على اختلاف بينهم في هذه النوافل، وقال الحنفية هذه الأحاديث تشمل النوافل والفرائض، فلا يجوز لأي إنسان أن يصلي في هذه الأوقات لا فرائض ولا نوافل، قالوا إلا عصر يوم الإنسان، فإذا أخر الإنسان بعذر
صلاة العصر في يومه وأدرك ركعة قبل الغروب فإنه يصلي في هذا الوقت ولا يشمله النهي. استثنى له إذن صلاة العصر في نفس يومه، واستدلوا بالحديث من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة. لكن قيل لهم هذا الحديث عليكم لأن فيه ومن أدرك ركعة عند الشروق أو عند طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فكما أنكم استدللتم بهذا الحديث في مشروعية صلاة العصر عند الغروب في نفس اليوم، فكذلك فيه أن الإنسان إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فإنه يصلي في هذا الوقت. طيب، قال أبو عمر في هذا الحديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. ما معنى هذا الحديث؟ هل معناه أن الشيطان له فعلا قرن وأن الشمس تطلع بين قرني هذا الشيطان؟ قال أبو عمر: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، وقوله في غير هذا الحديث تطلع على قرن الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان ونحو هذا، فإن للعلماء في هذا قولين: أحدهما أن ذلك اللفظ على الحقيقة وأنها تغرب وتطلع على قرن الشيطان وعلى رأس الشيطان وبين قرني الشيطان على ظاهر الحديث حقيقة لا مجازا من غير تكييف، لأنه لا يكيف إلا لا يكيف ما لا يرى. الإنسان لا يعرف كيف أو كيفية شيء لا يراه، وإنما حتى الشيء الذي يراه قد لا يستطيع أن يعرف كيفيته. قال: احتج من قال بهذا القول بحديث عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت آمر شعره وكفر قلبه؟ قال: هو حق. هذا عكرمة يسأل ابن عباس عن هذا الحديث في أمية بن أبي الصلت، وهو من ثقيف وكان ممن قرأ الكتب وكان يتصور أنه إذا بعث رسول فإنه سيكون هو، لكن لما لم يكن الأمر على تقديره لم يسلم. فجاء في هذا الحديث آمن شعره، لأنه كان يصف شعره بالله سبحانه وتعالى وبالجنة وبالنار، وكفر قلبه قال: هو حق. فما أنكرتم من ذلك؟ ابن عباس يقول: ماذا أنكرتم من قول أمية بن أبي الصلت؟ قال عكرمة: قلت أنكرنا قوله والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، يعني إن الشمس تطلع آخر كل ليلة ذات لون أحمر كأن لونها يميل إلى لون الورد وهو أحمر، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. يقول: لا تطلع على هيئتها بل تطلع معذبة، وإن لم تطلع فسوف تجلد وتضرب، شمس نفسها تضرب. قال: فما بال الشمس تجلد؟ هذا كما يقول: كيف تجلد الشمس؟ قال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها 70,000 ملك. على صحة هذا الحديث والله أعلم، حتى ينخسها 70,000 ملك فيقولون لها: اطلعي اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، لا أطلع هؤلاء المشركين الذين يعبدونني دون الله.
فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع فتستقل لضياء بني آدم، يعني ترتفع لأن تنور لابن آدم أرجاء الأرض. فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله بحرها، وما غربت الشمس قط إلا خرت لله ساجدة. فيأتيها شيطان فيريد أن يصدها عن السجود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تحتها، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت إلا بين قرني الشيطان، ولا غربت إلا بين قرني الشيطان. فهذا الحديث يدل على أن المراد بقرن الشيطان في هذا الحديث على حقيقته، وأن الشيطان يتعرض للشمس حين طلوعها يريد أن يصرفها عن الطلوع، وحين إرادتها للسجود عند غروبها يريد أن يصرفها من السجود. وقال آخرون: وجه هذا الحديث ومعناه عندنا حمله على مجاز له. قال آخرون: هذا الحديث على المجاز واستعارة القوم واتساع الكلام، يعني هذا الحديث مصروف عن ظاهره. وقالوا: أراد بذكره صلى الله عليه وسلم قرن الشيطان أمة تعبد الشمس، يعني تطلع الشمس على جيل من الناس من عبادة الشمس يسجدون لها حين طلوعها وحين غروبها، وتسجد لها وتصلي في حين طلوعها وغروبها من دون الله. وكان صلى الله عليه وسلم يكره التشبه بالكفار ويحب مخالفته، وبذلك وردت سنته. ليس من شرط التشبه وذمه بالكفار أن يعتقد الإنسان ويفعل فعلا يتشبه به الكفار، ليس بشرطه، بل إذا حصل التشبه سواء كان في قلب الإنسان ونفسه أن يتشبه أو لم يحصل شيء من ذلك بل حصل مجرد تشبه، فإن النهي يشمله. فالإنسان يحذر أن يعمل عملا أو يلبس زيا يشبه عمل الكفار أو زي الكفار، وإن قال ما قصدت التشبه بالكفار فإن هذا لا ينفعه، بل المدار والعلة حصول التشبه، سواء أراد الإنسان أن يتشبه أو لا يقصد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن أن تصلي في مثل هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا الوقت يسجد للشمس جيل من الناس من الكفار، والإنسان لا يقصد بصلاته في مثل هذا الوقت أن يتشبه بالكفار وأن يسجد للشمس، بل يقصد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويسجد له. ولكن مع ذلك لما كانت صورة فعله تشبه صورة فعل هؤلاء المشركين نهي عن الصلاة في مثل هذا الوقت. يقول: وكأنه أراد والله أعلم أن يفصل دينه عن دينهم، إذ هم أولياء الشيطان وحزبه، فنهى عن الصلاة في تلك الأوقات لذلك. قال: وهذا التأويل جائز في اللغة معروف في لسان العرب، لأن الأمة تسمى عندهم قرنا والأمم قرونا، قال الله عز وجل: وقرونا بين ذلك كثيرا، وكم أهلكنا من القرون فما بال القرون الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. إذن يجوز في اللغة والشرع أن يسمى الجيل من الناس قرنا والأجيال قرونا، فما دام أن هناك دليلا يدل على أنه يمكن أن يقصد أو أن يراد بالجيل بالقرن الجيل من الناس، فإنه لا بأس أن يفسر الحديث بذلك. ثم ذكر عن خباب بن الأرت
أنه رأى ابنه عبد الله يقص. هذا حباب بن الأرك الصحابي رضي الله عنه رأى ابنه يقص، فلما رجع اتزر وأخذ صوبا، يعني لبس إزاره وأخذ صوبا كأنه يريد أن يؤدب ابنه ويمنعه من القصص. قال: أمع العمالقة أنت؟ يقول: أنت كنت مع الأجيال السابقة تتحدث عنهم وتخبر عما وقع لهم، هل أنت حضرت معهم؟ هل أنت كنت مع العمالقة في الأجيال السابقة حتى تتحدث عنهم؟ هذا قرن قد طلع، هذا قرن قد طلع. يقول: فهذا حباب قد سمى القصاص قرنا طالعا إنكارا منه للقصاص، وخباب من كبار الصحابة وهم أهل الفصاحة والبيان، وإنما قال ذلك خباب لأن القصص أحدث عليهم ولم يكونوا يعرفونه، وكان عبد الله بن عمر ينكره ويقول: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر ولا على عهد عثمان، وإنما كانت القصص حين كانت الفتنة في آخر أيام عثمان رضي الله عنه. والمراد بالقصص أن هناك من يقص في المساجد ولا يتقيد بالصحيح، بل يقول كل ما هب ودب من قصص الأمم الخالية، فهذا كان يكره الصحابة لأن القاص يغلب عليه الكذب وتزويق الكلام وذكر الأحاديث الموضوعة والوارية. ثم قال أبو عمر: يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. قال: وهذه الأحاديث في ظاهرها حجة للقولين جميعا، والله أعلم لقوله فيها بين قرني شيطان. إذن هذا الحديث يمكن أن يفسر بهذا وبهذا، ولا بأس لمن يفسر بالقول الأول، كما لا بأس أيضا لمن يفسر بالقول الثاني. وأما أوقات الكراهة ففي هذا الحديث ثلاث أوقات: الوقت الأول والأخير وهو عند طلوع الشمس وعند غروبها، سيأتي في درس قادم. وأما الوقت الذي عند الاستواء فاختلف أهل العلم فيها. قال الإمام مالك: لا كراهة مطلقا عند الاستواء، لا في يوم الجمعة ولا في غير يوم الجمعة. إذن هذا الإمام مالك يقول لا كراهة عند الاستواء، واستند في الحديث الذي سبق بنا في كتاب الجمعة، وهو أنهم كانوا في زمن عمر يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد. وخروج عمر إنما كان بعد الزوال بدليل حديث جنفسة عقيل، وإذا كان خروجه بعد الزوال وقد كانوا يصلون إلى أن يخرج فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس. إذن الإمام مالك رجح هذا الحديث على هذا الحديث، وقال كأن في الحديث شيء من النصف أو ما أشبه ذلك، لأن الصحابة كانوا يصلون عند الاستواء في أيام عمر، ولا يمكن أن يخفى هذا الحكم على عمر وعلى الصحابة رضوان الله عليهم. وقال الإمام أحمد: يكره أن يصلي نفلا في وقت الاستواء سواء كان يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة. إذن الإمام مالك يجيز مطلقا، والإمام أحمد يكره مطلقا. قال الأخرم: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فقال: يعجبني أن تتوقعها، يعجبني أن تتركها. فذكرت له حديث فعلبه: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر. قلت له: هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار. فقال: ليس هذا ببيان. يقول هذا الحديث ليس فيه بيان. قلت له: هذا يدل على الرخصة. قال: ليس هذا ببيان، إنما جاء الكلام مجملا. كنا نصلي، كنا نصلي فيه شيء من الإجماع.
فيحتمل أنهم كانوا يتوقفون عند الاستواء وكانوا يصلون قبل الاستواء، يمكن هذا. ثم قال: لا، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، إنما نهى عن الصلاة نصف النهار عند طلوع الشمس وعند الغروب، حديث عمرو بن عبسة وعبة بن عامر والصنابحي. هؤلاء أو هذه الأحاديث الثلاثة استند إليها الإمام أحمد ومنع عن الصلاة عند الاستواء في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. والإمام الشافعي يقول: وقت الكراهة عند الاستواء يمنع أن يصلي صلاة إلا يوم الجمعة، فأما يوم الجمعة فقد وردت فيها بعض الأحاديث الضعيفة وتتقوى بهذا الأثر الذي فيه أن الصحابة كانوا يصلون إلى أن يخرج عمر. فالشافعي يفرق بين يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، فأجاز في يوم الجمعة ونهى أو نفى أو منع في سائر الأيام عند الاستواء. والإمام مالك أجاز مطلقا، وأحمد منع مطلقا، منع مطلقا. ويظهر أن على أثار التي أوردها مما يقوم